وزارة الصحة مستشفى من العام، العيادات الخارجية. هذه العيادات بها أطباء مختصون وبها أجهزة حديثة للكشف على مختلف الأمراض. عيادة للأسنان، عيادة للأمراض الجلدية، عيادة للعيون، عيادة للأنف والأذن والحنجرة، عيادة للأمراض الباطنية، وعيادات لمختلف التخصصات التي قد يحتاجها الحاج لكل ما يتعلق بالصحة العامة. في إطار الخدمات الصحية، أتمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة كافة استعداداتها لموسم الحج لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث تم دعم المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة المنورة وفي المدن والقرى التابعة للمديرية الواقعة على طرق الحج وتزويدها بأعداد إضافية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث يتم زيادة عدد العاملين من أطباء وفنيين وإداريين بالمراكز الصحية التي تقع على طريق الحجاج. وبالنسبة لمحجر صحي حالة عمار، حيث هو الطريق الحجاج القادمين عن طريق البر بمنطقة تبوك، يتم بواسطة فريق طبي معاينة جميع الحجاج والتأكد من صحتهم العامة والتطعيم من لم يصطحب شهادة التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية.